بسم الله الرحمن الرحيم. إذا مات إنسان وهو جنب، هل تجزئ غسلة واحدة أم غسلتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، هذا يسأل عن الميت إذا كان جنبا هل يغسل مرتين أو يكفي غسل واحد؟ والجواب أنه يكفي غسل واحد، ينويه الغاسل عن الجنابة وعن الموت جميعا، كما لو حارت المرأة وعليها جنابة ثم اغتسل بعد الحيض بنية الحيض والجنابة، فالمقصود أن هذا يكفي غسل واحد بنية واحدة. الغاسل ينوي هذا وهذا، ينوي جنابة وينوي الموت ويكفي.